للمرة الرابعة أو الخامسة، ليس مهماً أي مرة هي، المهم إقالة محمد حلمي مدرب الزمالك من منصبه. قرار خرج فجر السبت من رئيس النادي مرتضى منصور على إحدى القنوات الفضائية المصرية. هل هي إقالة أم استقالة؟ رئيس الزمالك قال إن حلمي انفصل عن الفريق بناء على رغبته، لكن الجميع يعرف أن القرار في يد مرتضى منصور وحده. هو من أتى بمحمد حلمي، وهو من أقاله عدة مرات من قبل في مسلسل تكون ذروته التعاقد مع مدرب أجنبي ما يلبث شهورا إلا ويتكرر نفس المسلسل. فالبديل دائما موجود، وفي حب الزمالك ترفع الشعارات، بينما مدرسة الفن والهندسة تحتاج إلى استقرار إداري وتدريبي لتعود كما كانت قطبا كبيرا في القارة الإفريقية وليس في مصر وحدها. لكن ماذا بعد إقالة محمد حلمي؟ كل الأنباء تشير إلى اقتراب أبناء ميت عقبة من التعاقد مع المدرب الفرنسي ألان جريس براتب شهري يصل إلى 40,000 دولار. فهل يستطيع ألان جريس إعادة المسار الذي تسير عليه مدرسة الفن والهندسة إلى خط مستقيم يبدأ بعقد واضح وينتهي في مدته بعيدا عن التكرار وغربلة المدربين بعد كل خسارة أم لا؟ أنباء ثانية تشير إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع التونسي نبيل معلول، وأخرى تذهب إلى رغبة الإدارة في إعادة المخضرم حسام حسن أو أحمد حسام ميدو أو المدرب المساعد خالد جلال. ولا أحد يعرف من هو المدرب الجديد إلا مرتضى منصور.